مشاهدينا مشاهدي نيل التعليم العالي، بنرحب بيكم حلقة جديدة من ينابيع اللغة. النهاردة كلامنا مش هيكون عن اللغة العربية زي ما تعودنا دايما في حلقاتنا من ينابيع اللغة، لكن كلامنا النهاردة هيكون عن اللغة الإنجليزية. معانا كورس تعليمي جيد جدا هنحاول نتعرف فيه على اللغة الإنجليزية، قواعد هذه اللغة، وكمان أسماء الأشياء المحيطة بنا في حياتنا. نتمنى نخرج من هذا الكورس وإحنا عندنا معلومات جيدة عن اللغة الإنجليزية. ومشرفنا منورنا في الاستوديو الاستاذه عبير ابو عوف، محاضره اللغه الانجليزيه واللي هتبدا معانا الكورس التعليمي. استاذ عبير، برحب بحضرتك معانا. اهلا بيكي. واحنا الحقيقه نتمنى ان نشوف من حضرتك يعني النهارده كورس تعليمي يفيد كل الساده المشاهدين، ونسيب حضرتك دلوقتي مع بدايه الكورس ونشوف مع حضرتك قواعد اللغه الانجليزيه وازاي ممكن نتكلم بصوره جيده في اللغه الانجليزيه. تمام، اتفضلي حضرتك. شكرا. تمام، اللغة الإنجليزية هي لغة مهمة جدا ولغة ثرية جدا جدا جدا. الناس مهمة جدا جدا في بلدنا، مهمة جدا جدا في أي شغل، مهمة للناس كلها، وهي لغة جميلة جدا. صعبة؟ لا مش صعبة، سهلة جدا اللي بيحبها واللي عايز يتعلمها ويقدر يتعلمها من الأول، دي سهلة جدا. احنا هنا ايه مهمتنا؟ ان شاء الله مهمتنا ان احنا نبتدي من الاول للاخر، من اول حرف الانجليزي ازاي ننطق صح للاخر حاجة خالص. طيب، مهم ان احنا نتعلم ازاي ننطق الكلام صح، مهم جدا ان الكلمات صح ننطقها. احنا مشكله في هنا في هنا عندنا خطا شائع. يعني ايه common mistakes؟ اخطاء شائعه، يعني اخطاء شائعه كتير قوي من ساعه ما اتعلمناها، سواء في المدارس او في تعاملاتنا مع بعض او تعاملات البشر مع بعضيها، بتبقى في اخطاء شائعه جامده جدا. طب هل الاخطاء دي مقبوله هنا؟ اه مقبوله هنا لو بنتعامل كمصريين مع بعض، بس لو اتعاملنا مع ناس من اللغه الام اللي هم بيتكلموا اللغه الانجليزيه الام نيتيفز، يبقى لازم نكلمهم صح. طيب نكلمهم صح ازاي؟ نتعلم. طيب هنتعلم ايه؟ هنتعلم اول حاجه ان احنا عندنا اخطاء شائعه غير طبيعيه، لازم نتعلم ننطقها صح، ننطق صح. حتى لو حد قال لنا انتوا بتنطقوا غلط، هنقول له لا هو ده خطا شائع بيتقال كذا كذا كذا. طب ده مقبول هنا؟ ده ناس كتير بتسالني هل ده مقبول هنا اني اتكلم؟ ما هو الناس اللي قدامي هتقول لي انت بتتكلم غلط، هقول له لا، لازم نتكلم صح وننطق صح. مقبول لو اتكلمنا مع اي حد، لو سافرنا بره، لو اتعاملنا مع ناس هنا اجانب، لو اتعاملنا مع اجانب في اي مكان. طيب الكورس بتاعنا هيبقى فيه حاجه كمان لطيفه جدا، هناخد الجرامر بتاعنا. الجرامر بتاعنا هيبقى بريتش بريطاني، وهنسمع كونفرسيشنز كتيره قوي، وهنتكلم كونفرسيشنز امريكان. اوكي، احنا عارفين ان احنا عندنا حاجه اسمها اللهجه البريطانيه واللهجه الامريكانيه. هل في فرق بينهم؟ ايوه، في فرق ما بين اللهجه البريطانيه واللهجه الامريكانيه. طب هنا هل الناس بتتعامل ان في فرق ما بين الاثنين؟ لا، الناس هنا ما تعرف، في ناس كتيره قوي هنا ما تعرفش يعني ايه لهجه امريكانيه، امريكان اكسنت، ما تعرفش يعني ايه لهجه امريكانيه. فبالتالي لما بتسمع افلام او بروجرامز او مسلسلات بتقول دول بيتكلموا بسرعه قوي وانا ما بفهمش. طب ما بنفهمش ليه؟ علشان مش متعودين عليهم، عشان اللهجه الامريكانيه احنا مش متعودين عليها. اللهجه الامريكانيه فرق كتير عن اللهجه البريطانيه. تمام، اللهجه الامريكانيه بياكلوا الكلام في وسط، بياكلوا الكلام في حروف بينطقها، بينطقوها ما بينطقوهاش، وحروف تتنطق بطريقه معينه. طب هل ده كل ده هنعرفه؟ اه هنعرفه، هنعرفه عشان نوصل لمرحله مع بعض ان احنا نبتدي من الاول، وان كل حرف هنعرفه ازاي بيتكلم صح، وان احنا نقدر نفهم الامريكانز، نقدر نفهم مسلسل، نقدر نفهم بروجرام، نقدر نفهم اي حاجه، نقدر نتكلم معاهم ما نبقاش خايفين. لان الناس دايما بتبقى هنا خايفه، مرعوبه تتكلم امريكانز، مش عارفه، مش فاهماهم. ما يجوا يتكلموا بسرعه، الامريكانز بيتكلموا بسرعه جدا جدا جدا، فبيجوا يقولوا احنا مش فاهمين حاجه، فبالتالي يتعقدوا. اوكي، طيب هنبتدي من الاول خالص خالص خالص، هنبتدي من الاول الالفابت. الالفابت وهي طبعا الحروف الابجديه، الحروف الابجديه. تمام، وكل خطا شائع هنقول الكلمه دي المفروض تتقال كذا، والكلمه دي المفروض ما تتقالش كذا. طيب الالفابت اللي معانا اول حاجه نبتديها من الاول الاي لغايه الزي. اوكي، طيب هل الاي بي سي؟ احنا عارفين ان في الاي بي سي اول حاجه، تمام، عندنا حاجه اسمها كابيتال لتر وسمول لتر. ايه هو الكابيتال لتر؟ كابيتال لتر الحروف الكبيره، الكابيتال لتر الحروف الكبيره. طيب سمول لتر، السمول لتر الحروف الصغيره، الحروف الصغيره. طيب بستخدم ايه الكابيتال لتر؟ الكابيتال لترز دي بستخدمها في ايه؟ الكابيتال لترز دي بستخدمها في بدايه اي كلام، في بدايه اي كلام لما اجي اكتب اي موضوع او اكتب اي حاجه، في بدايه اي كلام لازم استخدم كابيتال لترز. طيب في بعض الاحيان بنلاقي كابيتال لترز في نص الكلام،
تمام. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان المكان اي حاجه بنبتدي بالكابيتال ليترز شفناها في نص الكلام او شفناها واحنا بنقرا حاجه او وات ايفر، ده معناه ان هو يا اما اسم مكان، اسم بلد. طبعا انا مش مفروض مش معروف مش ممكن هحفظ كل اسامي البلاد اللي في الدنيا والاماكن، ده مستحيل. تمام. طيب هعرف منين؟ ممكن يكون ده اسم مكان، اسم مطعم، اسم بلد، اسم شخص، لان الاسامي اسامي البلدان واسامي الاشخاص واسامي الاماكن كلها لازم تبتدي بكابيتال لتر اللي هو الحرف الكبير، لازم تبتدي بكابيتال لتر اللي هو ايه الكابيتال لتر؟ قلنا تاني نرجع نقول الكابيتال لتر اللي هو الحرف الكبير، والسمول لتر اللي هو الحرف الصغير. تمام. طيب اول حرف اول حاجه نقول ايه؟ طيب نشوف كده احنا الاماكن بينطقوها ازاي. A, B, C, D, E, F, ما بنقولش F، F, G, H, ما بنقولش H, I, J, K, L, M, N, O, P. شايفين ولا بنطق؟ P. يبقى we have two B. عندنا أول B ودي حاجة مهمة جدا 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 لازم ناخد بالنا منها لو سمحتم. ليه؟ لأن الناس كتير قوي تتلخبط وتيجي تقول بي وبي وتقول بيبل، كان أول كلمة في النطق الغلط عندنا اللي إحنا بنقول بيبل، مش حاجة عندنا في اللغة الإنجليزية اسمها بيبل، بيبل بيبل، وبتك على البي. أوكي؟ مفيش حاجة عندي اسمها بي خفيفة وبي تقيلة، ده غلط. تمام؟ ده غلط. لا بنقول دايما بي وبي. بي ادي انا عرفت اهو. تمام. لو انا مسكت واعمل كده اختبار، مسكت ورقه كده تمام كده وجيت قلت بي، شايفين بي، يبقى الورقه بتاعتي اتحركت، يبقى دي البي اللي انا بقول بي فور ابل، بي فور ابل او بي. تمام. دي اللي عملت عليها ستريس. يعني ايه ستريس؟ يعني اكدت عليها، ضغطت عليها وانا بنطقها، ضغطت عليها وانا بنطقها. بي بي. طب البي التانيه شايفين؟ بي بي بي، ولا الورقه بتتهز خالص عندي، يبقى انا عندي البي والبي، البي والبي، البي اللي هي فور بول، بول يعني كوره، وبي فور ابل، بي فور ابل، ابل اللي هي تفاحه. طيب كيو كيو، ار ار، اس تي يو، في دبليو W, X, Y, Z, Z. الأمريكان دايما بيقولوا Z. تمام؟ دايما الأمريكان بيقولوا Z مش Z. البريتش بيقولوا Z والأمريكان دايما بيقولوا Z. يبقى نقولهم تاني كده للمهمين جدا، نقولهم كده وأنا بقولهم، نعيدهم كده نعيد ورايا كده. دايما لما أعيد الحاجة ولا اللي قدامي بيقولها بتبقى حاجة كويسة ليا جدا. ليه تبقى كويسة؟ يعني لازم أنطق صح، لازم أنطق صح. فدايما اما اجي اعيد واعيد واعيد وازيد وانطق صح دايما واعيد مع اللي قدامي، ده بيخليني بيديني مساحه ان انا انطق الكلام صح. يبقى تاني A B، شايفين قلنا B C Z E F G H I J K L، مش L، ال ال، شايفين ولا بفتح بقي ازاي؟ ناخد بال. ال ام ان او بي كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي زي. اوكي، واي زي، دول ايه؟ دول الالفابت. يبقى دول عندنا اللي هم اول حاجه الالفابت، وهم مهمين جدا ان انا اقولهم. تمام.
طيب لو عندنا حاجة تاني وبعد كده عندنا النمبرز، مهمين قوي ان احنا نشوف النمبرز. النمبرز اللي هي ايه؟ النمبرز اللي هي الارقام، النمبرز اللي هي الارقام. طيب نشوف ننطقهم ازاي كده، نشوف هننطقهم ازاي. نمبرز نمبرز، نمبر يعني رقم، نمبرز ارقام، نمبر يعني رقم، نمبرز يعني ارقام. طيب بنقول زيرو 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 او او، الامريكان بيقولوا او ما بيقولوش زيرو، الامريكان بيقولوا او، عشان كده حاطين الاو between brackets عشان الامريكان ما بيقولوش زيرو. تمام، او او، 1 2 2 3، شايفين التي اتش لازم اعمل ف ف ف، اوكي ما ينفعش اقول 3، ما ينفعش اقول 3، ما ينفعش ادخل لساني جوه واقول 3، لا غلط، ده wrong pronunciation. يعني ايه wrong pronunciation؟ يعني نطق خطأ، نطق خطأ. تمام، بقول 3 3، اهو بطلع لساني على اسناني كده اقول 3، اي تي اتش يبقى ناخدها قاعده، رول رول يعني قاعده، ان اي تي اتش، اي تي اتش عندي لازم اعملها ف، يبقى انا عملت ايه؟ 3 3. تمام، 4 5 6 مش 6 6، 7 8 9 10. طيب في ناس كتير قوي بتقول 10، مفيش حاجه عندي اسمها 10. الكلمه اللي نطقتها غلط، خصوصا لو انا بتكلم مع حد ممكن يفهمني غلط، لو انا ما عنديش سكريبت يعني حاجه مكتوبه، سكريبت مكتوب، ممكن افهمها غلط، ممكن افهمها غلط. اوكي تمام كده، يبقى انا عندي، يبقى انا عندي النمبرز بتوعي، ونقول لهم تاني نمبرز بتاعتي بقولها تاني، اهما عندي اهو اهو، زيرو بقول زيرو، بقول زيرو زيرو، اوكي، او 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 قلنا او او between brackets، اوكي، 1 2 مش 2 2 2، 3 3 قلنا تي اتش، 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10. تاني بنقول 10، ما بنقولش 10، ما بنقولش 10. ال 10 دي تي اي ان، 10 دي اللي هي العلبة الصفيحة، ال 10 دي العلبة الصفيحة. إذا لو أنا اتكلمت غلط مع أي حد بيكلمني without script، يعني من غير script، من غير نص قدامي، أوكي، بتكلم مثلا مع حد معايا في الشغل، بتكلم مع حد معايا مضطر أتكلم معاه أجنبي whatever، يبقى لازم اتكلم صح. اوكي، في بعض الاحيان ممكن اتكلم مع حد وزي ما بنقول بنمشي نفسنا، وانما لما اجي اتكلم مع حد فورمال يعني رسمي، او بتكلم مع حد عشان شغل او عشان اي حاجه، ممكن الكلمه الواحده تضيع لي الدنيا. اوكي طيب، هنا تعودنا نقول ايه؟ تعودنا نقول 10، لا هي 10 10. اوكي again، 0 0 or o، اوكي 0 هي الاو، الاو اللي هي في الالفابيت اللي احنا لسه قايلينها، الامريكانز بيقولوا او، يعني لما بيبقى عندي بدل رقم 0 بيجي يقولوا او، 1 2 3. تمام، ادينا قلنا ث ث، سامعين اهو ث، شايفيني يا جماعه وانا بتكلم اهو، ادي تي اتش ث ث، يبقى 3 3 3 3. اوكي، 4، التي اتش دي مهمه جدا، اي دي تي اتش عندي لازم ما ينفعش ادخل لساني جوه، لازم اطلعه بره، اقول ث ث، يبقى 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8، اوكي 9 10 9 10. تمام، يبقى كده قلت، يبقى دول النمبرز، يبقى دول النمبرز اللي هي ايه؟ النمبرز اللي هي الارقام، يبقى هي النمبرز اللي هي الارقام. تمام، طيب يبقى احنا اول حاجه خدنا الالفابت اللي هي الحروف الابجديه اللي هي اللي بتشبه اي لغه انجليزيه، اول ما حاجه اعرفها في اللغه الانجليزيه ان انا ابتدي اعرف هي ايه الحروف الابجديه اللي هي الالفابت. اوكي، وعرفنا ان عندنا كابيتال لتر وسمول لتر. طيب تاني حاجه النمبرز which is very important، مهم جدا اعرف الارقام بتتنطق ازاي عشان انطقها صح، علشان انطقها صح. طيب
بعد كده هناخد ايه؟ هناخد الفروتس. يعني ايه الفروتس؟ يعني الفاكهه. يعني ايه فروتس؟ يعني الفاكهه. مهم اعرف الفاكهه طبعا، اهم حاجه عندي اعرف الفروتس والفيجيتابلز، الفاكهه والخضروات. اهم حاجه عندي اعرف الفاكهه والخضروات، تمام؟ فروتس وفيجيتابلز. طب هل هناخدهم مره واحده؟ لا، هناخدهم جزء جزء. هناخد النهارده الفروتس علشان نحفظهم، علشان نحفظهم، تمام؟ طيب مهم نحفظ، مهم نحفظ. يبقى احنا نتفق على المبادئ الاول واحنا بنتكلم مع بعض، واحنا بنتكلم مع بعض، وانا بقول الحاجه هننطقها ورايا، تنطقوها ورايا، اوكي؟ تمام؟ بعد كده نشوفها تاني ونقعد نعيد ونزيد، لان اللغه الانجليزيه هي لغه تكرار واعاده، هي لغه تكرار واعاده. كتير قوي بعض الناس تيجي تقول لي انا عندي كميه فوكاب يعني مفردات كتيره جدا جدا جدا، ولكن ما بعرفش اتكلم، ولكن ما بعرفش اتكلم. طيب ليه؟ لان انا ساعات بيبقى عندي كلام كتير جدا جدا جدا، ولكن ما بعرفش ازاي اكون الجمل، ما بعرفش ازاي اكون الجمل بتاعتي. يبقى انا لازم، يبقى مش بس مهم ان انا بعرف المفردات بتاعتي، لا، مهم قوي كمان ازاي اكون الجمله او ازاي اعمل الجمله. هنعرف ده، هنعرفه طبعا مع الوقت، بس الصبر، لان اللغه الانجليزيه محتاجه صبر، اوكي؟ وان احنا نذاكر صح. يعني ما ينفعش بس ان انا اعتمد على دايما اللي قدامي، زي ما احنا متعودين في التعليم عموما، ان احنا متعودين ان انا دايما اتعلم من اللي قدامي او اعتمد على اللي قدامي. لا، لو ما تعبتش في الحاجه وجريت وراها وتعبت فيها ودورت عليها وعملتها كذا مره، عمري ما هوصل لحاجه، تمام؟ طيب يبقى هنتفق الاول، لازم هنقرا مع بعض، ولازم هنشوف الحاجه مره واتنين وتلاته ونسمعها كذا مره، اوكي؟ طيب حاجه تانيه طالباها قبل منكم، طالبه كمان ان احنا كل يوم نسمع حاجه انجلش. يعني ايه نسمع حاجه انجلش؟ يعني نشوف اي حاجه انترانسليتد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نشوف اي حاجه غير مترجمه، نتفرج على اي حاجه غير مترجمه. طيب ناس هتقول لي غير مترجمه، طب ما انا مش هفهم، طب انا هتعقد، طب انا مش هعرف هعمل ايه. لا، انا مش عايزاك لا تفهم ولا تتعقد ولا اي حاجه، احنا مجرد هنشغل حاجه انجلش جنبينا، تمام؟ واحنا في الفري تايم، في الفري تايم يعني في وقت الفراغ، او لو حد عنده مثلا ربع ساعه مش بيعمل فيها حاجه، قاعد مرتاح بيتفرج على حاجه، سواء في التلفزيون، سواء اي DVD شغالينه على الكمبيوتر، وات ايفر، اي حاجه من الحاجات دي كلها، تمام؟ نسمع ربع ساعة حاجة من غير ترجمة، من غير ما نبص على أي ترجمة. طب إيه الاستفادة؟ الاستفادة أنا بعود ودني إنها تسمع، بعود ودني إنها تسمع. لو سمعت أول وتاني وتالت ورابع وعاشر مرة من غير ما أفهم حاجة، مع الوقت هلقط كلمة، مع الوقت هلقط كلمة، أوكي؟ ودني وداني هتاخد على إن أنا سمعت لغة إنجليزية، إن أنا دخلت فيها لغة إنجليزية، حتى لو أنا ما فهمتش. يبقى اتفقنا ان احنا كل يوم هنتفرج على حاجة لمدة ربع ساعة. الربع ساعة دي مجرد ان احنا هنسمع حاجة من غير، يا نسمع يا نشوف بس حاجة غير مترجمة. مهم، مهم قوي، مهم قوي ان انا اعود وداني على السمع، مهم قوي اعود وداني على السمع الصح، تمام؟ مش طالبة حد يفهم ولا يركز، طالبة بس ان احنا بس نسمع، ان احنا بنسمع حاجه انجليزي او نشوف حاجه انجليزي. ممكن بقى تكون بروجرام، اوكي؟ ممكن يكون سونج، تمام؟ ممكن يكون وات ايفر احنا عايزين ايه، في اي مكان، في اي حاجه، المهم تكون لغه انجليزيه زي ما انتم عايزين. ممكن يكون سيريال، مسلسل، زي وات ايفر انتم عايزين ايه، بس المهم ان انا اسمع حاجه لغه انجليزيه لمده ربع ساعه فقط لا غير، تمام؟ مده ربع ساعه فقط لا غير، مش طالبه اكتر من كده. طيب ندخل بقى اهم حاجه ان احنا نبقى لازم عارفينها، الفروتس اللي هي قلنا الفروتس فاكهه. طيب هل الفروتس دي مهم ان انا اعرفها؟ مهم قوي ان انا اعرفها. ليه؟ لان دي اول حاجه، اول حاجه اي حد بيتعلمها الخضروات والفاكهه، اول حاجه بتعلمها هي الخضروات والفاكهه. يبقى اذا الخضروات والفاكهه من الحاجات المهمه قوي اللي نعرفها. طيب كلمه فروتس دي دايما البريتش بيقولوا فروتس. طب ساعات بنلاقي كلمه بيقولوا فروت، بيقولوا فروت. طيب ليه؟ لان الامريكانز عندهم الحاجه التي لا تعد، الانكاونتبل، ما بيجمعهاش. الحاجه التي لا تعد ما بيجمعهاش، اوكي؟ الفاكهه ما بنعدهاش، احنا بنعد، يعني لو انا عندي مثلا اورنج بعد الاورنج، لكن ما بعدش الفاكهه كمجمل،
اوكي الفاكهه لا تعد uncountable، فبيقولوا فروت. فسواء قلنا فروت او فروتس الاثنين صح. لو قلنا عشان الناس بتسمع ده وبتسمع ده وبتيجي تتلخبط بتقول مش عارفين ده انهي الصح ولا انهي الغلط، الاثنين صح، الاثنين صح، سواء فروت او فروتس الاثنين صح. طيب يبقى الفروتس اول حاجه هنقول ايه؟ ابل ابل ابل. تمام، دايما واحنا بنسمع نجيب ورقه وقلم جنبنا، ما يبقى دايما لازم يكون جنبينا ورقه وقلم ونكتب اي حاجه اي ملحوظه. لازم ليه بنعمل كده؟ لان احنا لازم نتعود على الكتابه، يعني احنا عايزين نوصل لمرحله نسمع صح، اوكي نكتب صح، نعرف نكون جمله صح. تمام، وطبعا نتكلم صح. تمام، يبقى لازم الفور سكيلز دول يبقى عندنا، اكتب صح اوكي، لان احنا دايما متعودين ان احنا ما بنكتبش صح. ليه متعودين دايما؟ عشان النيو تكنولوجي، متعودين دايما ان احنا على الكمبيوتر لما بنكتب حاجه اوكي الكمبيوتر دايما بيصححها لنا، فبناخدش بالنا من الخطا بتاعنا ايه. طيب مهم قوي ان انا اكتب الجمله صح. ما ينفعش مثلا عارفه كلمه ابل، ما ينفعش ان انا ابقى عارفه كلمه ابل اوكي انها تفاح، بس لما حد يجي يقول لي طب هاو تو رايت ابل، ازاي اكتب ابل، اجي الاقي نفسي مش عارفه اكتبها. لا اي نو، يعني انا عارفه الكلمه بس اي دونت نو هاو تو رايت، ده صح غلط. يبقى انا لازم ابقى عارفاها واعرف ازاي اكتبها. يبقى انا لازم ابقى عارفاها واعرف ازاي اكتبها. يبقى اول حاجه ابل ابل اي بي بي ال اي، شايفين احنا قلنا ايه؟ اي بي بي ال اي، ما قلتش ال، ما قلتش ال، قلت ال ال اي. يبقى اول حاجه في ابل اي دبل بي ال اي، دبل يعني اتنين، دبل يعني اتنين، يبقى اي دبل بي ال اي. تاني حاجه ابريكوت 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 اللي هو المشمش، ابريكوت الابريكوت اللي هو المشمش، اي بي ار اي سي او تي. يبقى تاني حاجه الابريكوت الابريكوت اللي هو المشمش، اي بي ار اي سي او تي. اوكي يبقى الابريكوت تاني حاجه عندنا الابريكوت اللي هو اي بي ار اي سي او تي. طيب ايه تاني؟ بانانا، اكيد كلنا عارفين البانانا، بانانا بانانا اللي هو الموز. شايفين انا بقول ازاي؟ شفتوا انا بنقول ابل بانانا، شايفين البي والبي، شايفين البي والبي اللي هي بتلخبط كل الناس والناس بتنطقها غلط، اهي بانانا. قلت ايه؟ قلت بانانا بانانا بي اي ان اي. اوكي بانانا بي اي ان اي ان اي بانانا بانانا. طيب عندنا بعد كده البلاك بيري، بلاك بيري اللي هو التوت الاسود، التوت الاسود بلاك بيري، بلاك بي ال اي سي كي، بي ال اي سي كي بيري. هي كلمة واحدة، هي كلمة واحدة. احنا عارفين ان احنا في اللغة الانجليزية ممكن يبقى عندنا كلمة متقسمة او كلمة على بعضها طويلة، اوكي بلاك بيري كلمة واحدة، بلاك بيري كلمة واحدة، بي ال اي سي كي، بيري بقى بي اي دبل ار واي، البلاك بيري اللي هو التوت الاسود. عندنا كمان البلو بيري، البلو بيري اللي هو التوت الازرق، التوت الازرق. اوكي يبقى احنا عندنا بيري، خلاص احنا عرفنا بيري اللي هي بي اي دبل ار واي. طب البلو، البلو اللي هو بي ال يو اي، بي ال يو اي، يبقى البلو بيري اللي هو التوت الازرق. طيب عندنا التشيري، تشيري تشيري التشيري، اوكي تشيري سي اتش اي دبل ار واي، التشيري اللي هو الكريز،
التشاريل هو الكريز، وساعات بنقول على الطماطم الصغيره تشيري توميتو. عارفين ليه؟ عشان تشيري توميتو الطماطم الصغيره خالص بنشوفها في المطاعم بتتقدم مع الاكل او كده، هي صغيره قوي وحمراء فعامله زي الكريز بالظبط، عشان كده بنقول عليها تشاري توميتو. يبقى تشاري هو الكريز، سي اتش سي اتش اي سي اتش اي دبل ار واي سي اتش اي دبل ار واي. طيب عندنا الديتس، الديت اللي هو ديت اللي هو البلح، الديت اللي هو البلح اوكي، او ديتس الاثنين صح اوكي. الديت اوكي ليه كمان معنى تاني اللي هو التاريخ، الديت ليه معنى تاني. اللغه الانجليزيه الكلمه الواحده ليها كذا معنى، اللغه الانجليزيه في الكلمه الواحده ليها كذا معنى وليها كذا استخدام، ليها كذا معنى وليها كذا استخدام تمام. طيب يبقى date او dates both are right يا جماعه، both are right، يعني لو قلنا date or dates both كلهما صح، date or dates. طيب عندنا الفج، فج f i g f i g، الفج الفج اللي هو التين، الفج اللي هو التين. عندنا grapes، grapes العنب، grapes العنب G R A P E grapes G R A P E اوكي. طيب عندنا grapefruit، grapefruit هو grapefruit، احنا حتى لما بنروح عند اي فكهاني او حاجه بنقول له عايزين grapefruit، هو هو grapefruit، grapefruit عربي هو هو grapefruit English. انا كلمه grape وfruit اظن احنا عرفنا خلاص، fruit F R Y I T F R Y I T. طيب عندنا الليمون واللايم، احنا هنا بنقول على الليمون الليمون الصغير، الليمون العادي اللي احنا بنشربه كعصير ليمون او بنحطه على الاكل وكده بنقول عليه ليمون. لا، الليمون يا جماعه اللي هو الفاكهه الليمون الحلو، الليمون الكبير الاصفر هو نادر وجوده هنا، يعني مش معروف هنا كفاكهه اوكي، ولكن هو الليمون، الليمون بيتقال على الليمون الاصفر الحلو، الليمون الكبير الحلو اللي هو كفاكهه اوكي. اللايم ال اي ام اي، الليمون نقول الاول السبيلنج بتاع الليمون ال 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 اي ام 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 او ان، يبقى ال E M O N ليمون. الليمون قلنا الفاكهه اللي هو الليمون الاصفر اللي هو الليمون الحلو اللي هو الليمون الاصفر. طيب لايم L I M E L I M E، اللايم هو الليمون بتاعنا اللي احنا عارفينه كلنا، الليمون اللي بنستخدمه هنا كعصير ليمون او بناكله بس كحمضيات. طيب عندنا مانجو، مانجو المانجو احنا عارفين المانجو اللي هي المانجا، المانجو مانجو ام اي ان جي او ام اي ان جي او مانجو. ميلون، ميلون ام اي ال او ان ام ام اي ال او ان. الميلون اللي هو الشمام، الميلون اللي هو الشمام. عندنا اورنج، اورنج طبعا اكيد كلنا عارفين الاورنج، بالذات الاورنج من الفاكهه المعروفه قوي بنستخدمها كلنا، حتى ما بنقولش برتقال بنقول اورنج. ها مين هيقول لنا السبيلنج؟ ها او ار اي ان جي اي تمام، اورنج اورنج تمام. استاذ عبير احنا بنشكر حضرتك جدا النهارده، والحقيقه فعلا استفدنا من حضرتك، يا ريت كل الساده المشاهدين يكونوا كمان استفادوا مع حضرتك، ونتمنى لك كل التوفيق دايما باذن الله. كمان بنشكر كل مشاهدينا، مشاهدي النيل للتعليم العالي، واللي تابعوا معانا النهارده الكورس متخصص في اللغه الانجليزيه، وتعرفنا فيه على الحروف الهجائيه والارقام وبعض اسماء الفواكه، وان شاء الله المره الجايه هيكون معانا مجموعه كبيره من اسماء الفواكه واشياء كثيره جدا بنستخدمها في حياتنا. نشكركم على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة ويا نبيع اللغة.